اقتصاديا، دعت وزيرة الاستثمار سحر نصر الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر، ومشيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة بها. وخلال مشاركتها في مائدة مستديرة مع نحو 10 شركات من كبريات الشركات البريطانية بالعاصمة لندن، أكدت نصر أن مصر اتخذت خطوات جادة لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال الإصلاحات التشريعية وتطوير البنية الأساسية وتدشين شبكات طرق جديدة أيضا. وعقب ذلك التقت سحر نصر المبعوثة الخاصة لرئيس الوزراء البريطاني لقمة الاستثمار البريطانية الإفريقية 2020، والتي ستعقد في لندن يناير المقبل.